السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ قررت اعمل لكم فيديو على السريع، وهو فيديو تنويه عن معرض اللي هو القاهرة الدولي اللي بيتعمل كل سنة بتاع تجهيز العرايس وعيد الام والكلام دوت. فاضل على المعرض دوت انه يخلص كام يوم؟ هو هيخلص يوم 29/1 سوري 29/3، فحبيت بس اقول للبنات عنه اللي عايز يلحق يشتري حاجات، واقول لكم الحاجات اللي انا اشتريتها. ما اشتريتش حاجات كتير، انا مش عروسه طبعا فما اشتريتش حاجات كتير، بس برضو حبيت اقول لكم عنه علشان في اسعار كويسه جدا للبنات اللي بتجهز. هتستفيدي بجد لو روحتي باي حاجه هتجيبيها، هتستفيدي ان شاء الله باذن الله. فيلا بينا بسرعة نبدأ الفيديو. طيب يا بنات، اول حاجة هبتدي بيها هي ان انا هقول ان هما مغيرين مكان المعرض من ارض المعارض اللي في مدينة نصر لقاعة المؤتمرات اللي في مدينة نصر. هما قريبين من بعض مش بعيد، بس مغيرين المكان، وطبعا بما انهم مغيرين المكان فالمكان اصغر. يعني الحاجات اللي مش كل الحاجات اللي بتبقى موجودة كل سنة موجودة، محلات اكتر من المحلات المشهورة ومن اشهرها طبعا اللي انا مفيش سنة بتعدي الا لما اشتري من عنده، هو نوفال، لاني بحس ان اسعاره كويسة بالنسبة لاسعار الحاجات المهولة اللي موجودة يعني. فاشتريت من عند نوفال حاجات كذا حاجة، يعني مش حاجات كتير بس اشتريت كذا حاجة. هقول لكم اول حاجة اشتريتها من عند نوفال هي الووك ده، بيقولوا عليه ووكسة. هو طاسة كبيرة وغويطة، تمام؟ اهي ده شكلها، تمام؟ الطاسة دي بنات او الووك دوت انا لقيته في كارفور ب 150 جنيه، بس اللي من جوه ابيض. انا شايفة انه مفيش فرق كبير يعني، وبيتقشر برضو على فكرة اللي جوه ابيض ده. فده اسمه ايه، تيفال. ده كان ب 109 بس، والحجم الكبير ده 30 سنتي، يعني الحجم بتاعه 30 سنتي، فكبيرة ماشي. دي اول حاجة كنت مبسوطة بيها اوي بصراحة، لان سعرها حلو جدا. وبعدين اشتريت الحلة دي، مش حلة هي اسمها صينية، الصينية ديت من ايديال هوم. ايديال هوم دي ماركة حلوة جدا، المفروض ان هي تركي يعني، دي ماركة تركي. انا بحب الماركة دي جدا واشتريت منها كذا حاجة وطلعت حلوة. عندي منها طقم كمان اللي هو اللي بيخش جوه الفرن ده، فالماركة دي حلوة جدا اصلا، بتبيعها برضو نوفال. ديت سيراميك من جوه ومن هنا تقيلة ماشي. دي كانت ب 145 جنيه و 30 سنتي، برضو حجم كبير 30 سنتي ب 145 جنيه، وخامتها ممتازة حلوة جدا، مش الخفيف لا ده التقيل، تمام. وبعدين جبت، وطبعا عندهم حاجات تانية بأسعار تانية حلوة جدا يعني. كمان في عندهم الاحجام بتاعت دي، الاصغر والاصغر والاصغر، يعني دي 30 في 26 و 28 و 24 كمان. اخر حاجة جبتها من عند نوفال هي طقم الحلل ده ماشي. ده حلة صغنونة وحلة متوسطة، افتحوا معاكم لسه متفتحوش عشان اوريكم طقم الحلل. الطقم ده بنات ب 190 جنيه، ب 189 بالظبط، وفي منه الحلل الاكبر ب 214، الحلل الاكبر ب 250 كده، يعني على حسب حجم الحلتين اللي انت هتاخديهم. دي الحله الاولانيه من الطقم. كل حاجه صعبه كده ليه؟ اهي بصوا حجمها صغنونه كده وجميله خالص، يعني مثلا للملوخيه بالنسبه لي، لشوربه لسان العصفور، الصلصه بتاعت المكرونه. وده طبعا هما بيبقوا مركبين الغطا من جوه، انت بتشيليه وبتحطيه من بره ماشي. اهو الغطا بتاعها، اهو الايد بتاعتها، بتشيلي الايد من هنا وبتركبيها هنا. ده حجمها دي. وفي بقى الاكبر، ايه
اوكي برضو دي حجمها حلو جدا. دي اكبر بقى، دي ممكن رز، طبيخ، مكرونه ممكن، بس يعني هي اللي دي صغنونه شويه على المكرونه يعني. اهي برضو حلو، حجمها حلو يعني. دي حجمها 22 تقريبا يعني. اهي ده الطقم اللي انا جبته ما كملش 200 جنيه طقم الحلل ده. وبعدين جبت الحاجات الشهيره جدا طبعا في المعرض، وهي المخدات، مخدات الفايبر. ماشي، جبت مخدتين جداد. المخدتين دول يا بنات الواحده ب 25 جنيه. ماشي، هتلاقي جوه مبنى قاعه المؤتمرات، وفي بيتباع بره في الخيم عند خيمه اسمها يانسن، بيبيعوا برضو الاثنين ب 50 جنيه او الواحده ب 25، بتبقى لونها ملونه، والابيض بيبيعوه الواحده ب 50. مش فاهمه ليه، مش فاهمه ايه يعني الفرق، بس انا جبت اهو الابيض الاثنين ب 50 جنيه، يعني الواحده ب 25 جنيه برضو. وعايزه اقول لكم كمان عند يانسن يعني الناس بتضرب بعض على المخدات، انا مش فاهمه ليه يعني. انا دخلت جوه في القاعه لقيت المخدات بتتباع عادي من غير خناق ومن غير اي حاجه، فيعني حبيت اقول لكم برده. جبت في هناك خيمه اسمها او قاعه اسمها الانتاج الحربي، بتبقى حاجات كلها تبع الجيش، فيها منتجات كتير جدا. من المنتجات ديت جبت ازازه الديتول دي، ماشي، اسمها اكتيف برو، مطهر ومنظف عام طبعا. ديتول يعني ريحتها ديتول جدا. تخيلوا الازازه دي بكام، دي 500 مللي. متخيلين الازازه دي بكام؟ الازازه دي ب 26 جنيه، وطبعا حاجه مضمونه يعني، حاجه دي من منتجات الجيش، حاجه مضمونه، مش مضروبه ولا اي حاجه يعني، ف سعرها وهمي تمام. وجبت كمان اللي هي بتاع المنظف الافران او اللي هو مذيب الدهون دوت، برضو من عندهم. انا كنت جبته قبل كده من ماي واي، كان بحاجه و20 تقريبا، انا جايباه من عندهم ب 11 جنيه. اوكي تمام. ايه كمان كان نفسي اصور لكم اصلا هناك، بس طبعا ان انت ماشيه باطفال انت كل همك انك تخلي بالك من الاطفال اللي معاكي عشان الزحمه، فكان الموضوع صعب جدا ان انا اصور هناك. من الحاجات الصعبه بس بتطلعي منها بحاجات حلوه جدا برضو كوتونيل او دايس او الامبراطور، بس انا مش بحب حاجات الامبراطور قوي، فدخلت كوتونيل. بتخشي بقى في جوه مجزره. عرفتي تطلعي بحاجه، عرفتي ما عرفتيش خلاص. جبت فانيلات لاسو بنتي، جبت لها اللي هي الفانيلات بتاعه كوتونيل دي. اوكي طبعا دول بتخشي تنقيهم من جوه، الواحده ب 10 جنيه فانيلات صيفي. اهم كله قطن طبعا. اهي جبت لها كذا واحده بصراحه، وكمان جبت لها بنتيهات صغنونه اهي. البنتيهات اصلا اللي جبتها لها شكلها كيوت جدا. وجبت بوكسرات لعلي الصغنن، ابني الصغنون تمام. برضو البوكسرات الكوتونيل يا جماعه، بوكسرات كوتونيل اللي هو المقاس البيبي صغير. علي عنده سنتين ونص. البوكسرات ب 10 جنيه البوكسر. شرابات كوتونيل ماشي قطن، واللي هي فيه اللي هي بتبقى فوطه دي تقيله، الواحد ب 10 جنيه تمام. فحاجات، وطبعا في بقى بوكسرات رجالي مش لازم نشوفها تمام. وفي في كمان بيبيعوا بيجامات اولادي حلوه جدا ب 150 جنيه بكم قطن، وبيبيعوها فرت يعني، ممكن تشتري التيشيرت لوحده وممكن تشتري البنطلون لوحده. انا بحب البنطلونات المنقوشه جدا للبيت، بحبها جدا، فجبت لنفسي واحد، هو طلع يعني طويل طول السنين يعني، تقريبا هقص نصه، هقص كل ده عشان يجي مقاسي، بس خامته وهميه ب 75 جنيه، خامته قطن يعني طري جدا وساقع، انا بحب الحاجات دي جدا في الصيف. اخر حاجه جبتها من هناك هي الطرحتين دول، بس ده مش من كوتونيل، ده كان واحد واقف كده في المعرض بيبيع الطرح دي، نازله موضه بيقولوا عليها طرح كويتي جديده. انا مشتريه الواحده من
من روكسي في مدينة نصر، مشترية الواحدة ب 75 جنيه بعد فصار رهيب مع الراجل. بس كان يعني المفروض ان انا بشتريها الاصلية، المفروض دي اللي هما التقليد بتاعها، ماشي اهي دي التقليد بتاعها، ديت اشتريت الواحدة ب 35 جنيه من المعرض دول، تمام كده. دي حاجات كلها اللي انا اشتريتها من المعرض، ممكن تكون هي حاجات قليلة مش كتير، بس حبيت اشارككم معايا وافكركم بالمعرض عشان اللي عايز يلحق يروح يشتري اي حاجة. هناك يا بنات في سجاجيد نساجون الشرقيون اسعار حلوة جدا، في مراتب، في عفش، في مخدات، في الحفة واللي هي المفارش، في زي ما قلت لكم هدوم زي الهدوم ديت، في طبعا الاطقم السيراميك والحلل والبايركس والكوبايات والشفاشق والحاجات دي كلها موجوده هناك. في هناك محلات اكل، ده انا نسيت في حاجه كمان هقولها لك، افتكرتها لما افتكرت الغسيل، جبت ده رابسو، ايوه رابسو، رابسو بتاع زمان، ست بتخش فاكرين الاعلان بتاع زمان بتاع رابسو الكيس الصغنن ده، ده رابسو ده كان ده كيلو 800 يعني تقريبا 2 كيلو ولا 200 جرام ب 20 جنيه، ده يدوي طبعا انا بجيبه دوت بستخدمه في غسيل البطاطين عشان اخزنها يعني من الشتاء للصيف، بغسل بيه البطاطين وبغسل بيه السجاجيد، ف 2 كيلو ولا 200 جرام ب 20 جنيه فيعني يا بلاش. فده هتلاقوا جوه القاعة منتجات رابسو، وفي هناك بقى حاجات كتير جدا 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 تقدري يعني توفريها لنفسك بأسعار كويسة. ويا رب أكون فدتكم يا رب، يعني الفيديو أنا عاملاه بس عشان أفيدكم يعني مش أكتر من كده، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. باي باي.